السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم أخوكم مصطفى. إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة، إزاي تعرف عمر الحمام خاصة وهو زغليل، وإزاي تعرف الحمام ده هيبيض إمتى. قبل ما نبدأ موضوع النهاردة بطلب منك تعمل لايك وتشترك في القناة. شوف أولا شكل الفرد، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. طيب هنشوف هنا شكل الجناح، زي ما شفنا قبل كده، زي ما قلنا إحنا بنعد 10 ريشات اللي بره. هنشوف هنا الريشة القصيرة فين؟ أهو، يبقى ده عليه ريشتين، يبقى فاضل الريشتين دول ويشتغل، يعني ده يبقى قدامه زي ما قلنا الريشة 15 يوم، يبقى قدامه كل ريشة 15 يوم، يعني قدامه شهر ويشتغل ده. طب ممكن يشتغل قبل كده في العمر ده؟ ممكن، وممكن قبل كده كمان، لكن الأفضل إن هو يشتغل بعد ما يخلص الريش. يعني لو اشتغل أنت عزله وخليه يخلص الريش أحسن عشان يكتمل نموه. عشان ما يحصلش مشاكل، ممكن يكون ما عندوش خبرة ان هو يترك البيض، او ان هو ما يأكلش الزغاليل، يعني في مشاكل ممكن تحصل من كده، او يطلع البيض غير مخصب، او يطلع يبيض بيضة واحدة. دي المشاكل اللي ممكن تقابلك لو هو اشتغل في عمره صغير. دوت فرد تاني، تمام، اللحم برضو نشوف عليه ريش قد ايه. ده مخلص ريشة يا جماعة، آخر ريشة أهي، الريشة دي تكمل في خلال أيام، يعني يعتبر كده خلص ريشة، الريشة بس دي تكمل إن هي نموها يكمل، آخر ريشة هو اللي بيقولوا عليها الصمة، ما تشغلش بالك بالأسامي، المهم تعرف دي آخر ريشة اللي هي وقعت دي، خلاص طلعت أهي ريشة صغيرة، الريشة الصغيرة دي تكمل، يبقى كده خلاص خلص ريش، وهو أصلا دلوقتي ممكن يشتغل، لكن زي ما قلت لك أما يخلص ريش يكون أفضل. فرد كمان، شوف عليها ايه، برضو هنا اخر ريشة اهو يا جماعة عليها الصمة، اهو لو فردنا الجناح اهو اخر ريشة طلعت اهي، يبقى دي وقعت وطلعت زي ما قلنا، زي ما شفنا في الزغليل اللي قبل كده، اهو كده دي اخر ريشة، عشان كده الناس تعرف ايه الحمام يكون جاهز على الشغل ازاي. هنا برضو فرد تاني، هما متجوزين على كده لكن لسه ما اشتغلوش ولا عش، تمام اهو، ايوه زي ما قلنا، شوف ده حضرتك عليه 2 اهو، 1 2 اهي، تمام، لما يخلص الريشتين دول يشتغل. الفرد ده برضو اهو عليه اخر ريشة الصمة اهي، زي ما انش اللي انا ماسكها في الطرف دي في ايدي اهو، يبقى ده مخلص ريش برضو عليه اخر ريشة اهي، خلاص دي خلاص وقعت فهتكبر بس وكده، خلاص ان هو جاهز على الشغل. رمى ريشة يقول لك ده رامي ريشة، رمى ريشتين يقول لك رامي ريشتين، او 3 يبقى رامي ريشتين اللي هو يعني غير ريشتين، ممكن اللي هو 3 مثلا زي كده يقول لك عليه 7، يعني ده من 10 يبقى لسه باقي عليه 7 اللي هو ده، تطرحهم كده من 10، 3 من 10 يبقى لسه عليه 7 بالشكل ده، رمى 2 يبقى لسه عليه 8، رمى 1 يبقى لسه عليه 9، رمى 4 يبقى لسه عليه 6، رمى 5 يبقى لسه عليه 5، رمى 6 وهكذا. هنشوف هو الطبيعي اول ما الزغلول بيكتمل الريش لسه بعد الفطام، بتلاقي الريش لحد هنا كده 10 ريشات، 10 ريشات اتجاههم لبره كده للخارج، و10 ريشات اتجاههم لجوه. لو بصينا هتلاقي الفرق اهو واضح، اهو هتلاقي فيه ريشه هنا صغيره، الريشه دي اللي الزغلول يقول لك رامي ريشه، الزغلول ده رامي ريشه يعني موقع ريشه. نبص كده تاني نعد اللي بره، المفروض يا جماعه ان هم كام؟ 10 ريشات، نعد اللي هم بعد الريشه الصغيره دي، الريشة الصغيرة دي اللي هو رماها، نعد كده 2 3 4 5 6 7 8، يبقى ده عليه 8، يتقال عليه عليه 8 وموقع ريشتين، يعني يقول لك فاكك ريشتين، انا بكلمك باللغة اللي مش عارفين يعني ايه فاكك، يبقى يعني موقع ريشتين، بيبدل الريش ده يا جماعة، العشر ريشات دول يتبدلهم، يفضل يبدل دي بالترتيب كده، يجيب من جوه كده الريش يقع من جوه من هنا من اول ريشه، طبعا دي اتبدل واحده قبلها، ده موقع ريشتين، اتبدل اول ريشه من الداخل كده، وبعد كده بالترتيب دي تقع، بعد كده اللي بعدها تقع، بعد كده دي تقع، بعد كده دي، وهكذا لحد اخر ريشه ما تقع اللي هي اخر ريشه اللي بيسموها الصمه، الريشه دي. معانا الزغلول التاني ده، لكن هنقول معلومه كده يا جماعه، اول ريشه من ال10 ريشات بتتبدل في عمر شهر ونص. الريشه يا جماعه بالنسبه للزغاليل زي الاسنان اللبنيه بالنسبه للاطفال، وقت ما غير الاسنان اللبنيه
يبقى وصل لسن البلوغ. طيب هنشوف عمر الفرد ده، وكل 15 يوم تقريبا بيبدل ريشه. ده بالنسبه للحمام اللي صحته سليمه، اللي انت بتاكله باكل مظبوط وبتغذيه التغذيه الصحيحه. لكن بتختلف طبعا زي ما قلت لحضرتك على حسب التغذيه والاهتمام. طيب ده الفرد ده هنقول عمره قد ايه من عد الريش. هنشوف كده، نفرد الريش اهو زي ما قلنا العشر ريشات الخارجيين، لو عدناهم كده مع بعض 2 4 6 8 9 نوصل للتسعة، ونفتح كده هنلاقي الريشة العشرة اهو، الريشة العشرة اللي هو بدلها اول ريشة يبدلها. يبقى اول ريشة دي بتتبدل كده من عمر شهر ونص، بعد 15 يوم يبدل، يوقع الريشة التانية دي، يقول لك فك الريشة التانية، 15 يوم يبدل الثانية، 15 يوم يبدل بعدها، وهكذا وهكذا كل 15 يوم لحد ما تلاقي بدلهم كلهم، يبقى عمره 6 شهور. يبقى عرفنا اللي بدل ريشة عمره كام؟ شهر ونص. لما يبدل الثانية اللي بعدها هيبقى عمره شهرين. بدل اللي بعدها تلاقي الريشة دي مش موجودة وريشة قصيرة، يبقى شهرين ونص، وهكذا كل 15 يوم يبدل ريشة. نجيب واحد كمان علشان نأكد على المعلومة. ده فرد كمان هنشوف برضو نقول عمره قد ايه وفاكك كام ريش. هنعد برضو زي ما قلنا الريش الخارجي، هنعد الريش الخارجي، شوف كده مع بعض، نبدأ من بره لجوه 2 4 6 8 8. لو شفنا الريشة اللي بعد التامنة، الريشة الصغيرة اهو، الريشة الصغيرة اللي هو مبدلها دي، يبقى دول 4 6 8، يعني فك ريشتين. يعني معناها ايه؟ قلنا اول ريشة من شهر ونص، بعد 15 يوم يبقى ريشة، يبقى ده عمره شهرين. كده عرفنا عمر فرد الحمام اللي معانا قد ايه، وكده نقدر نربي من غير ما حد يضحك علينا، ونقدر نشتري ونعرف هيبيض الحمام امتى بالشكل ده، وتعرف الزغلول من الحمام الكبير. زي ما قلنا يا جماعة، يعني زغلول كاتم، يعني زغلول مش بيصاصي. طيب يعني الحمام كده هيشتغل امتى؟ الحمام هيشتغل لما يفك العشر ريشات او يغير العشر ريشات، هيكون جاهز للشغل، يكون عمره حوالي 6 شهور زي ما قلنا. لو قلنا في حمام بيشتغل قبل كده وهو لسه عليه ريش، ايوه فيه زي ما قلنا، لكن له مشاكل تانية، يسيب البيض يبرد ويقوم يسيب البيض، النتاء ممكن يكون بيضها صغير وممكن ما ترقدش على البيض زي ما قلنا، ولو طلعت زغليل ممكن ما تاكلهمش كويس او تدوس عليهم تموتهم. اما الذكر، الذكر ممكن يطلع بيضه فارغه وبيضه مخصبه، او ممكن يطلع بيضه كله فارغ، ده لان لسه الريش ما اكتملش ولسه الحمام ما عندوش خبره. يبقى الافضل ما تشغلش الحمام الا بعد ما يكتمل الريش، لكن هو ممكن يشتغل ولسه عليه ريشه او 2 او 3 واحيانا 4. ارجو انك كده تكون استفدت من موضوع الفيديو، وكون عرفت اوصل المعلومه بشكل صحيح. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.